مع فايز ثروت. فايز شكرا سينار ومحمد، وأهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة من أخبار الرياضة وتشاهدون فيها لهذا المساء. أرسنال يصطدم ببرشلونة ويوفنتوس مع بايرن ميونخ في دوري الأبطال. تستأنف غدا مباريات ذهاب دوري 16 من دوري أبطال أوروبا، وفي التقرير التالي نستعرض معا لقاءي الغد. تعود الإثارة مع استئناف منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتتجه الأنظار نحو مواجهتين من العيار الثقيل، الأولى تجمع بين أرسنال الإنجليزي وضيفه برشلونة الإسباني، والثانية يستقبل فيها يوفنتوس الإيطالي منافسه بايرن ميونخ الألماني. وسيحاول أرسنال الخروج بنتيجة جيدة على أرضها أمام برشلونة الذي خسر مرة واحدة فقط في 7 مواجهات مع منافسه الإنجليزي في دوري الأبطال، كما أنه سيستعيد جهود أوزيل وأرون رامسي، لكنه بحاجة لاستغلال جميع أسلحته بعدما جاء انتصاره الأخير على برشلونة في 2011 عندما فاز في ذهاب نفس الدور بفضل هدفي روبن فان بيرسي وأندري أرشافين. بينما يدخل الفريق الكتالوني اللقاء وهو يتطلع لمواصلة مشواره نحو الدفاع عن لقبه بعد حصوله على دفعة معنوية بالفوز على لاس بالماس مطلع الأسبوع الحالي ليحكم قبضته على صدارة الدوري الإسباني، إضافة إلى أنه لم يخسر أي لقاء في 32 مباراة متتالية في جميع المسابقات. وفي مدينة تورينو الإيطالية يشهد ملعب يوفنتوس أرينا لقاء السيدة العجوز والعملاق البافاري، ولم يخسر الفريقان بكافة المسابقات هذا الموسم، كما حقق كل منهما 9 انتصارات وتعادل مرة واحدة في آخر 10 مباريات. وتقابل الفريقان للمرة الأخيرة في دور الثمانية للبطولة نفسها قبل 3 سنوات عندما فاز بايرن بهدفين دون رد ذهابا وإيابا، فيما حقق يوفنتوس 2 انتصارات فقط في 8 مواجهات مع بايرن كان آخرها في 2005. انتزع الزمالك فوزا صعبا بعد تغلبه على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 7 للدوري المصري. بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى 38 نقطة محتلا المركز الثاني بفارق 2 نقطة عن الأهلي متصدر البطولة والمتبقي له مباراة، بينما توقف رصيد زعيم الثغر عند 22 في المركز 13 بفارق 1 نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز 14. فاز أولمبيك أسفي على الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف في منافسات الجولة 17 من الدوري المغربي. بهذا الفوز رفع أولمبيك رصيده إلى 21 نقطة في المركز 11 وبفارق 1 نقطة عن الرجاء الرياضي وحسنية أغادير صاحب المركزين 9 و10، بينما توقف رصيد الجيش الملكي عند 24 نقطة في المركز 7. فاز بورتلاند تريل بلايزرز على يوتاها جاز ب 115 نقطة مقابل 111 في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، فعلى الرغم من تقدم يوتاها خلال الربع الأول ب 25 نقطة مقابل 18، إلا أن بورتلاند عاد في باقي أشواط اللقاء وحسم المباراة لصالحه بفارق 4 نقاط. وإلى عالم الكرة الصفراء، حيث تغلب الصربي نوفاكا ديوكوفيتش على الإسباني تومي روبريدو في الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لتنس الرجال، واحتاج ديوكوفيتش إلى 59 دقيقة فقط ليفوز على منافسه الإسباني بمجموعتين دون مقابل بواقع 6 أشواط لشوط و6 أشواط مقابل شوطين. وفي المقابل تأهل الإسباني فليتشانزو لوبيز إلى الدور التالي من البطولة ذاتها عقب فوزه على مواطنه غواليرمو غارسيا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6 أشواط لـ4 و6 أشواط لشوط مقابل 6 أشواط لـ4.
وجد سباحون روس طريقة جديدة لتعزيز قدرتهم على التحمل والتركيز من خلال لعب الشطرنج في المياه الباردة وسط الثلوج في بحيرة بمنطقة جبال الأورال. وقال أحد السباحين أن اللعب في الماء البارد المتجمد يساعد على التركيز وتعزيز قدرات السباح على التحمل، واستمرت كل مباراة في الشطرنج نحو 10 دقائق في مياه درجة حرارتها دون الصفر. بهذا الخبر نكون قد وصلنا لنهاية أخبارنا الرياضية، شكرا لحسن المتابعة، ونعود لسينار ومحمد لاستكمال ما تبقى من أخبار.